تمشوكم جميعا يا شباب. شخصيا اريد اقول انا المحظوظ بامثالكم اللي في اصعب الظروف واقفين مثل الرمح. الله يحفظكم ويحفظ اهلكم ويحفظ بلادكم ولا تشوفون مكروه ان شاء الله. تحياتي وسلامي للاهل جميع وان شاء الله متواصلين في فتره صعبه لكن بتمر ان شاء الله. الله يحفظكم. السلام عليكم. ملتزمون يا وطن ملتزمون، على العهد سائرون، نحن أبناء زايد في القمم، ملتزمون في الشدائد والمحن. في بلاد الإمارات الطبيب لا ينام، والمعلم بالعلم قام. للسلام نحن نعمل للسلام، لا نفرق مهما كان. ملتزمون يا وطن، ملتزمون يا وطن، ملتزمون ملتزمون، على العهد السائرون، أبناء زايد في القمم. ملتزمون يا وطن، في الشدائد والمحن، جميعنا فدا الوطن. فدا الوطن في بلاد الإمارات، الطبيب لا ينام والمعلم بالعلم قام. الطبيب لا ينام والمعلم بالعلم قام. للسلام للسلام، نحن نعمل للسلام، لا نفرق مهما كان. ملتزمون يا وطن، ملتزمون يا وطن. مشروع وطني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جميل، ما راح يكتمل الا بشباب الوطن ان شاء الله. نعمل حاجة كويسة للناس وللوطن. وايد حبيت قلت ضروري نحن في هذا الوقت نتكاتف. تمودك كويس ولا سريع عليك يا خالد؟ في القمم اشوفك الحين. ملتزمون لا خلاص هو جاهز هو في الشدائد والمحن.